حبايبي الحلوين، اخباركم ايه وعاملين ايه النهارده؟ النهارده معاكم فاطمه ابو علي، هقدم لكم النهارده خبز الشوفان الصحي البيتي الجميل جدا. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. معانا نص كيلو دقيق اسمر، معلقه كبيره شمر، معلقه كبيره كمون، معلقتين بذور الكينوا، ومعلقتين بذور الشيا، ومعلقتين شوفان، ومعلقتين بذر الكتان، ومعلقة كبيرة عسل، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة، وأربع معالق دقيق أبيض عادي، ومعانا معلقة عسل كبيرة، وطبعا ربع معلقة ملح. والعسل أنا حطاه عشان يبقى صحي أكتر، ما حطيتش سكر. ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة، وطبعا كل المكونات دي كلها هنضيفها مع بعض. ويلا نبتدي نشتغل ونشوف مقاديرنا. اللي يحب يستبدل العسل ممكن يحط معلقة كبيرة سكر، وطبعا انا بحب استعمل الخميرة البيرة. اول حاجة هنسمي الله، هننزل بالدقيق الاسمر اللي هو نص كيلو، اللي ما عندوش عجان ممكن يشتغل على ايده. وهنضيف الملح، وهنضيف بذور الكيا وبذور الشيا، الكينوا سوري، والكمون والشمر. الكمون والشمر انا حمصتهم، واربع معالق دقيق، ومعلقتين بذر الكتان، ومعلقتين كبار شوفان، وممكن نكتر 3 4 معالق زي ما احنا عايزين من الشوفان. اول حاجه هنبتدي نخلط المواد الجافه كلها مع بعض، وهنضيف معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي العيش خفيف. الميه بتاعتي طبعا بتكون دافيه زي دمعه العين، وبدوب الخميره بتاعتي في جزء من الميه مع جزء من العسل عشان تتفاعل معايا الخميره. اللي ما عندوش عسل ممكن يستبدله بسكر اسمر او سكر عادي اللي هو السكر البني. هبتدي اضيف كل المكونات واخلطها الجافه مع الميه. الميه طبعا حسب الحاجه. وهنزل بمعلقتين الزيت، ومعلقه العسل الكبيره، بقيت معلقه العسل. ما معناه ان انا بضيف كل المواد الجافه مع بعض، وبنزل بالميه وبلم، ومعلقه الزيت. اللي حابب يحط معلقتين زيت ماشي، انا حاطه معلقه واحده كبيره. وطبعا في الاخر بلم بمعلقه دقيق ابيض، عشان الدقيق ده بيبقى تقيل شويه الدقيق الاسمر. ببتدي اخلط فيه لحد ما اخليه خفيف اضرب فيه. الخبز ده جميل جدا، يتاكل مع جبنه للي عاملين دايت، يتاكل مع الغدا عادي، ممكن ناخد شريحتين. بصراحه طعمه تحفه، والشمر والكمون مديله طعم جميل جدا، وريحه كمان حلوه لان انا حمصته الاول. فكل الحاجات اللي فيه بذور طبيعيه، وحاجات احنا عارفينها متكونه من ايه، حاجات نظيفه جدا في البيت الصراحه. زي ما انتم شايفين بفضل اضرب كده لحد ما العجين يسيب جنب البوله. العجين ده ميبقاش فيه عرق كتير قوي، لان الدقيق الاسمر بيبقى العرق بتاعه قليل. هبتدي بس المه كده شويه مع بعض. حطيت حبه دقيق بسيطه على الرخامه بتاعتي، وعجنت فيه بسيط، وهبتدي ألمه. هبتدي بقى أشوف أنا عايزة أعمله زي نظام التوست، ولا عايزة أعمله زي العيش الباجيت يبقى طويل، أو أعمله مدور عادي، أي شكل إحنا عايزين. هسيبه بس يستريح حوالي تلت ساعة، وابتدي أقطعه وأحطه في الصينية أو في قالب التوست. هنا أنا عملتها كورة كده، وبليت إيدي شوية مية عشان أحط على الوش شوفان وبذر كتان. اللي مش حابب بذر الكتان مفيش مشاكل، بس هو يعتبر صحي جدا وبيساعد في الرجيم. هفتح لها فتحة بسيطة كده، وطبعا هسيبه يخمر حوالي ساعة، وهغطيه كويس في مكان دافي. هو هيخمر بسرعة عشان فيه خميرة طازة. وهجيب القالب بتاعي برضك، هدهنه زيت، وارش حبة شوفان وبذر الكتان، وابتدي اضيف الجزء التاني في قالب التوست. اللي ما عندوش قالب توست ممكن يعمله على هيئة رغيف ويحطه في الصينية عادي، مفيش اي مشاكل. هساوي كده الجوانب بتاعتي، وهبلي ايدي ميه برضك. اللي عايز يدهن بيض ماشي، بس انا بليت ايدي ميه وضفت الشوفان وبذر الكتان. اللي عنده لب الابيض ممكن يضيف بذور الكينوا، الشيا، كل حاجه. انا حطيت هنا كينوا وشوفان وبذر الكتان. اللي ما عندوش خالص الكينوا ولا الشيا، حبوب الشيا مش مشكله برضك، يعني ممكن بس يكتفي بالشوفان وبذر الكتان والدقيق الاسمر. برضك هسيبه يخمر، وهدخله فرن على 180. بص بعد ما هتشوفوا شكله بعد ما خمر عالي ازاي واتفتح معايا.
كل ما بيعلى اكتر ويخمر معايا، شايفين المنظر بقى عامل ازاي، اتضاعف حجمه كده، بيستوي هيستوي كويس ويبقى خفيف من جوه. وطبعا هدخله يكون الفرن محقق درجة حرارة عالية على 180، شايفين منظره عامل ازاي، طعمه بصراحة تحفة وريحته جميلة جدا. الكمون مع الشمر مديله ريحة حلوة قوي وخفيف كده، ويعني اخف طبعا من اي فينو ممكن نستهلكه في الرجيم، فده ينفع للي عايزين خبز صحي او بيعملوا رجيم هينفعهم جدا. بصراحة عجبتني ريحته قوي قوي، ومكوناته كلها مش غالية وانضف كتير من بره. فلو عجبتكم الوصفة لايك وشير ودعم لقناتي قناة أبلة فاطمة، واتمنى نتقابل في فيديوهات تانية كتير. كنت معاكم فاطمة أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.